السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، وهي منحة دراسية في دولة كندا. هي منحة جامعية ممولة بالكامل، وتعتبر من أفضل الجامعات اللي موجودة في كندا واللي موجودة على مستوى العالم، ولها ترتيب عالمي مميز جدا. تمام، طيب خلينا نتعرف على تفاصيل المنحة وكل حاجة عنها. هي منحة دراسية ممولة بالكامل زي ما قلنا، مقدمة من دولة كندا. الجهة المانحة اللي مقدمة هذه المنحة هي جامعة اسمها كونكورديا، تمام، جامعة كونكورديا. ودي زي ما انا قلت لكم تعتبر من احسن الجامعات. الدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة، جميع دول العالم متاحة للتقديم، سواء انت من دول عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على هذه المنحة بكل سهولة. طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجه لها هذه المنحة، المنحة دي يا جماعة موجهة لدرجة البكالوريوس فقط. الناس اللي مخلصة الثانوية العامة وعايز تدرس درجة البكالوريوس أو ليسنس تقدر تقدم، الناس اللي في آخر سنة من الثانوية العامة تقدر تقدم برضو في هذه المنحة، ولكن الناس اللي عايز تدرس الماجستير أو الدكتوراه غير متاحة في هذه المنحة. طيب قدر واحد دلوقتي مثلا خلص البكالوريوس، درس بكالوريوس سابقا وعايز يدرس بكالوريوس مرة تانية، متاح ليك التقديم، تقدر تقدم عادي خالص بشهادة الثانوية العامة بتاعتك، حتى لو انت كنت حصلت على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه بالفعل، ممكن ترجع تاني تعيد الدرجة من الأول لو انت حابب. تمام، فهي ممكن نقول انها متاحة بشكل عام للجميع، للي عايز يعيد الدرجة بتاعته أو الطالب الجديد الخاص بالثانوية العامة. تمام كده. طيب بالنسبة للتمويل في الفرصة دي أو المنحة دي، المنحة دي فيها تمويل كويس جدا. أول حاجة رسوم الدراسة مجانا، أنت مش هتدفع أي تكاليف على رسوم الدراسة، هتكون دراستك كلها بالمجان. هيكون في راتب شهري كبير، تمام، هما ما حددوش الراتب الشهري ده هيكون قد إيه، ولكن الراتب الشهري ده هيكون كبير، هيوفر لك الاحتياجات الشخصية وكل شيء، فأنت مش هتدفع أي حاجة من مصاريفك الشخصية أو من جيبك الشخصي. تمام، كل التكاليف والراتب الشهري هيكون على حسابهم. يعني مثلا ممكن تقول ان الراتب الشهري مثلا مش هيقل عن 1000 دولار كندي مثلا، لان 1000 دولار كندي هو المعيشة شوية بتكون غالية في استراليا، فعشان كده بيوفروا لك راتب كبير بحيث يكفي لك كل احتياجاتك. تمام، كمان هيكون فيه السكن الجامعي خارج كمان الراتب وخارج رسوم الدراسة، السكن الجامعي انت هتاخده مجانا. كمان مصاريف الكتب والتأمين الطبي، صريف الكتب الدراسية والتأمين الطبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث هيكون على حساب المنحة برضه. تمام، طيب كمان هيتم توفير كورس لغة إنجليزية قبل بدء الدراسة لتقوية لغتك. الجامعة دي أو المنحة دي ذكرت على موقعها الرسمي في صفحة الأدميشن، تمام، وقالت إن هيكون في كورس تحضيري قبل ما أنت تبدأ الدراسة. لو تم قبولك وبدأت الدراسة قبل ما تبدأ هيكون في زي سمستر أو ترم تحضيري أو سنة تحضيرية هيتم إعطائها ليك على حسب قدرتك، عشان تنمي قدرتك وتبقى مؤهل إنك تدرس في الكورس، لأن هما طبعا عندهم معدلات معينة، أو الطلبة اللي بتدرس في الجامعة بيكون ليها مستوى معين أو ليفل معين من اللغة الإنجليزية، فهم عايزين إن كل الناس اللي هتدرس قبل ما تدرس تخصصك الأصلي إنك تكون في نفس الليفل أو نفس مستوى باقي الطلاب، فعشان كده بيتم منح كورس لغة إنجليزية تحضيري. تمام كده. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة للتقديم في هذه الفرصة، عندنا معظم التخصصات متاحة زي الهندسة، الحقوق، الآداب، التربية، العلوم وغيره، الكثير من التخصصات. ولو أنت عايز تعرف التخصصات تحديدا، أنا حاطط لكم لينك التخصصات هنا، هتيجي تضغط على كلمة من هنا دي عشان يفتح معاك رابط التخصصات. تمام، تعال نشوف كده التخصصات الموجودة. ده الموقع الرسمي للجامعة كونكورديا، تمام، وهتلاقي من هنا من الجنب من هنا دي الكليات، وجوه كل كلية تخصصات. يعني مثلا على سبيل المثال باشلر اوف ارتس كلية الاداب، هتلاقي هنا موجود عندك التفاصيل بتاعتها، تمام، او التخصصات الفرعية بتاعتها، دي التخصصات الفرعية. شوف قد ايه تخصصات، بتقدر تختار التخصص المناسب ليك من كلية الاداب. واحد عايز مثلا كلية الهندسة، تمام، ادي كلية الهندسة، كلية الهندسة هتلاقي فيها تخصصات فرعية، هتلاقي عندك زي هندسة الفضاء، هتلاقي عندك زي هندسة البناء، هندسة الكمبيوتر، الهندسة المدنية، هندسة الهندسة الميكانيكية، تمام، هتلاقي كل التخصصات موجودة. تمام، مثلا تخصص كمبيوتر ساينس، هتيجي تضغط على كلية الكمبيوتر ساينس هنا هيطلع لك تخصصات. تمام، فكل شيء كل كلية هتلاقي جوه التخصصات الفرعية، بتقدر تختار تخصصك اللي انت عايزه. تمام كده، ده بالنسبة للتخصصات. تعالى دلوقتي بقى هنا عندنا ملاحظة،
هذه المنحة لا تحتاج شهادة اللغة حاليا عند التقديم. يعني ايه؟ يعني يا جماعة انتوا عارفين ان دولة كندا بتحتاج شهادات اللغة، تمام، محتاجة منك ايلتس او تويفل او شهادات تانية اضافية للغة لازم تكون موجودة معاك. انما الجامعة دي بتسمح للطلاب ان هم يقدموا فيها، ولكن مش مطلوب منك عند التقديم انك توفر شهادة لغة. هم مش طالبين منك توفر شهادة لغة، ولكن اذا تم قبولك يجب انك توفر الشهادة، تمام كده؟ يبقى مش مطلوبة منك حاليا. طيب اذا تم قبولك حضرتك بتقدر توفر الشهادة بكل سهولة، ممكن تعمل اي اختبار وتوفر على اساسه الشهادة، تمام، او مثلا ممكن تتواصل مع الجامعة على اساس انك تبدأ الكورس التحضيري بدون يعني ارفاق شهادة اللغة، لان زي ما قلنا فيها كورس تحضيري، فبالتالي في كذا حل. فدي حاجة كويسة ان مش مطلوب اي شهادة لغة بشكل الزامي عند التقديم حاليا. كمان المنحة دي ليس بها حد اقصى العمر. الناس مثلا، في ناس مخلصة ثانوية عامة من زمان جدا، من سنوات كتير، وعايزه تدرس وتكمل البكالوريوس بتاعها، تقدر تقدم عادي. المنحه دي ما فيهاش حد اقصى العمر، مفتوحه لجميع الاعمار، تمام كده. هنا عندنا الاوراق المطلوبه في المنحه دي، عندنا شهاده الثانويه العامه بتاعتك او شهاده البكالوريا، تمام، زي ما بيطلق عليها في دول المغرب العربي البكالوريا، مطلوبه منك. واذا انت في اخر سنه، زي ما كنا قلنا، لو انت في اخر سنه يمكنك التقديم بشهاده السنه اللي قبلها. يعني لو انت مثلا في ثالثه ثانوي حاليا ولسه ما خلصتش، مش معاك الشهاده النهائيه، ممكن تقدم بشهاده الصف الثاني الثانوي، تمام كده. كمان مطلوب منك صوره جواز السفر او صوره الهويه، يعني اي شيء موجود منهم تحطه، او شهاده الميلاد لازم يكون موجود معاك، حاجه من الثلاثه دول تحطها. ودي طبعا سهله، الناس اللي ما معهاش جواز السفر تقدر تحط صوره البطاقه الشخصيه بتاعتك اللي هي صوره الهويه او شهاده الميلاد. كمان مطلوب منك خطاب نيه، تعمل بيرسونال ستيتمنت او موتيفيشن ليتر، تمام، اللي هو خطاب النيه. مطلوب منك السيره الذاتيه بتاعتك، السي في بتاعك يكون موجود ايضا، تمام كده. دي بالنسبه للاوراق المطلوبه. طيب كيفيه التقديم بقى على المنحه دي؟ عشان انت تقدم في المنحه دي انت محتاج تعمل ايه؟ اولا في خطوتين عندنا، في خطوتين. بالنسبه للخطوه الاولى، يتم التقديم للجامعه، وبعد الحصول على قبول يتم التقديم للمنحه. التقديم في المنحة دي على مرحلتين. المرحلة الأولى إنك حضرتك لازم تقدم للجامعة الأول، تمام، كطالب عادي، ولو أنت تم قبولك في الجامعة يبقى أنت كده بنسبة 90% إن شاء الله مؤهل للمنحة. بعد لما أنت بتقدم في الجامعة، في فورم هنا، تمام، هتيجي هتلاقي نموذج هنا أنا حاططه لك. تعالى نفتح النموذج ده، هيظهر معانا دلوقتي النموذج. في نموذج، النموذج ده أنت حضرتك هتملأه، هتلاقي هنا في تفاصيل عن النموذج، يعني مطلوب منك شويه بيانات، تحط اسمك، اسم العائله، تحط بيانات عنك وما الى ذلك، تملا هذا النموذج، تمام كده. وتروح تبعت النموذج ده والاوراق اللي احنا طلبناها فوق او وضحناها فوق، تبعتها لهذا الايميل، ولكن ده بعد حصولك على القبول من الجامعه. طب ليه ما ينفعش تعمل الخطوتين مع بعض، وتروح تقدم في الجامعه وتروح تقدم للمنحه في نفس الوقت؟ ما ينفعش. ليه؟ لان التقديم للمنحه هنا يا جماعه، اللي هو ملء الفورم مع الاوراق وارسالها للايميل ده، بيطلب منك حاجه اسمها ستودنت اي دي، بيطلب منك يكون لازم يكون معاك اللي هو الرقم الجامعي بتاعك. والرقم الجامعي ده انت بتحصل عليه بعد القبول في الجامعه، يعني بعد لما تقدم في الجامعه بتحصل على الرقم الجامعي. فبالتالي انت ما ينفعش تيجي تقول طيب انا هقدم للخطوتين مع بعض وخلص نفسي من دلوقتي، لا، انت لازم تستنى الاول القبول من الجامعه، تقدم ليها وتستنى القبول، عشان لو اتقبلت بتاخد اللي هو الرقم الجامعي، ومن خلال الرقم الجامعي ده انت بتكتبه في الفورم وبتقدم خلاص، وبيكون هو مسجل عندهم انك بالفعل انت اتقبلت في الجامعه، وخلاص هيحولوك للقبول في المنحه، تمام، عشان بس يبقى الايه الموضوع مفهوم عندنا. طيب بالنسبه لاخر موعد للتقديم في المنحه دي هو 1 فبراير 2021، ده اخر ميعاد، وبدء الدراسه في المنحه دي هيكون في شهر سبتمبر 2021، تمام كده. هنا عندنا ملاحظه ان طبعا قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، زي خدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي، بتقدر انك تجهز من خلالنا الاوراق عشان تقدم بيها لاي منحه انت عايزها. ولو عايز تقدم من خلالنا على هذه المنحه ايضا، بتلاقي رابط استماره التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، بتملأه وان شاء الله بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء للتقديم على هذه المنحه او المنحه اللي انت عايزها، تمام كده. طيب تعالى دلوقتي نشوف بقى التفاصيل الاصليه. هتيجي هنا هتلاقي حاجه اسمها الاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كل التفاصيل، تمام. ده الاعلان الرسمي للمنحه، هتلاقي كل التفاصيل عندك هنا، هتلاقي التمويل اللي بتوفره والمنحه، هتلاقي ازاي ممكن تقدم، اهو نفس الحاجات اللي انا قلتها، ازاي ممكن تقدم، هتلاقي الفورم هنا وتبعته للايميل اللي احنا قلنا عليه ده، كل الحاجات دي. وهنا لو لاحظت هتلاقي بيطلب حاجه اسمها ستودنت اي دي، عشان كده ما ينفعش تقدم
وتبعت الفورم حاليا الا لما تقدم الاول في الجامعه ويتم قبولك، عشان لازم يكون متوفر معاك حاجه اسمها ستودنت اي دي. تمام كده؟ طيب كده ده الموقع اللي فيه كل التفاصيل الخاصه بالمنحه. تعالى دلوقتي بقى نروح على ابلكيشن التقديم الخاص بالمنحه. هتيجي تضغط على كلمه قدم الان دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. ابلكيشن التقديم محتاج تركز فيه كويس جدا. هتلاقي دي الصفحه بتاعه الادميشن والحاجات اللي مطلوبه منك. تروح انت بقى حضرتك للجزئيه دي. الجزئيه دي يعني ايه؟ الجزئيه دي هنا بيقول لك حاجه اسمها نيك نيم، تمام، وحاجه اسمها اللي هو فيه مطلوب منك لو انت بدات ابلكيشن بالفعل على موقع المنحه وعايز تكمل، وقفت وعايز تكمل، او لو انت كمستخدم جديد. فانا مثلا لسه كمستخدم جديد، فهروح للجزئيه دي اللي انا ما عنديش النيك نيم وعايز ابدا كابلكيشن جديد. هتروح تضغط عليها تعمل كرييت نيو ابلكيشن، تمام، وبعدين بتضغط ان انت موافق على كل الشروط والتفاصيل الخاصه بالمنحه، وبعدين تضغط ريكويست نيت نيم، تمام، وبعدين بيطلب منك انك تحط الاسم بتاعك، اسم العائله، تحط تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، تحط العنوان بتاعك، الايميل، تمام، وتعمل سبميت. لما حضرتك بتعمل سبميت بيوصلك على الايميل بتاعك اللي انت هتحطه هنا رساله. الرساله دي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها اللي هو اليوزر اي دي والباسورد، تمام كده؟ فانت بتستخدم اليوزر اي دي والباسورد للدخول لابلكيشن المنحه، تمام؟ بعد لما حضرتك بتستخدم اليوزر اي دي والباسورد للدخول لابلكيشن المنحه، بتلاقي الابلكيشن بيظهر معاك بهذا الشكل، تمام؟ ده الابلكيشن، ودي الحاجات اللي انت مطلوب تملاها في الابلكيشن. اول جزئيه مطلوب تملاها في الابلكيشن اللي هي الادرس اند فون، اللي هي معلوماتك. خلاص انت الاسم اوريدي حطيناه، الجندر حطيناه، بتختار الدوله بتاعتك، بتختار اللغه الرسميه الاولى في دولتك، تمام، تحط تفاصيل الاقامه بتاعتك، الايميل بتاعك، تحط رقم الهاتف بتاعك، تحط العنوان الحالي بتاعك اللي انت مقيم فيه، حتى لو مقيم خارج دولتك او خارج جنسيتك الاصليه بتحط الدوله اللي انت مقيم فيها، تمام. وبعدين بتخش على النكست ستيب، الخطوه اللي بعدها، تمام. الخطوه اللي بعدها بتتكلم على اختيار التخصص. هنا بقى بتختار في الجزء ده التخصص. انا كنت اخترت سيفل انجينيرنج. طيب انت المفروض لما تيجي تختار تخصص عندك بحد اقصى 3 تخصصات، ممكن تختار 3 تخصصات. طيب انا دلوقتي لما اجي اختار التخصص اعمل ايه؟ تضغط على كلمه سيرش باي سبجكت دي، تمام، عشان تروح تختار تخصص. وهتلاقي هيظهر عندك حاجه هنا انك تختار الكليه. فمثلا انا لو اخترت الانجينيرنج، كليه الانجينيرنج، واخترت مثلا سيرش، تمام، هيطلع عندي تخصصات الانجنييرنج كلها، اللي هو سيفل انجنييرنج، كمبيوتر انجنييرنج، على حسب كل التخصصات هتلاقيها موجوده هنا. وطبعا ده قيس ذلك على باقي الكليات. حلو كده؟ فبتختار طبعا التخصص اللي انت عايزه وبتعمل اد لي. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده، اللي بعد اللي انا خلاص اخترت التخصص، تمام، هي دي بتظهر لي بس، لان المفروض ادخل للابلكيشن اكمله. فاروح للادميشن ابلكيشن هنا وادخل عليها تاني عشان اعمل اديت للابلكيشن هنا، عشان انا اوريدي عملت ابلكيشن، فعشان كده بيظهر لي ان انا ممكن اقدر اخش ليه في اي وقت واعدل فيه اي شيء، تمام. فخليني تاني ارجع لكم للصفحه دي. انا طبعا رجعني للصفحه الاولى، خليني اخش لكم على الخانه الثانيه اللي هي الاكاديميك بروجرام. خلينا نضغط على نيكست ستيب، تمام. فهنا اخترنا التخصص زي ما انا وضحت، خلاص سيفل انجينيرنج. بعد كده بتخش على الخطوه اللي بعدها نيكست ستيب، وبعد هنا بتلاقي هنا اذر انفو، معلومات اضافيه. هنا طبعا بيقول لك لو انت عندك اي معلومات اضافيه حابب تضيفها، لو انت خدت كورسات، انت شخص مثلا عملت اعمال تطوعيه، بتقدر تحط مثلا السي في بتاعك، تحط بيانات موجوده في السي في عندك، يعني بتحط دي بتزود من فرصتك برضو، تمام. هي مكتوب عليها اوبشنال، يعني ليس الزامي، ولكن لو انت عندك كورسات حاجات اضافيه بتزودها وبتكتب عنها يعني. تمام كده؟ طيب بنخش على الخطوه اللي بعدها نكست ستيب، وبنروح لاضافه بقى المعلومات الاكاديميه بتاعتك، اضافه المدرسه بتاعتك اللي انت اتخرجت منها او اللي انت لسه بتدرس فيها حاليا. فهنا بتعمل بتختار هنا سيلكت سكول، بتختار اسم المدرسه بتاعتك من خلال السيلكت سكول دي، تمام؟ ده اسم المدرسه. بتكتب الدوله بتاعتك مثلا الجيريا، وبتكتب سكول نيم، وبيطلع لك وبتختار اسم المدرسه، تمام. وبعد كده بترجع تاني هنا خلينا نرجع للجزئيه دي ريتيرن، وبترجع تاني هنا بتختار تاريخ البدء اللي انت بدات فيه في المدرسه دي، والتاريخ التخرج او التاريخ المتوقع للتخرج لو انت لسه بتدرس، تمام كده. خلاص ضفت المدرسه بتاعتك. بتروح بعد كده للخطوه اللي بعدها،
الخطوه اللي بعدها اللي هي الاتشيف الاتاتشمنت اللي هي المرفقات، تقدر تضيف بقى الملفات بتاعتك. تمام، هنا بتضيف ملفاتك اللي هي زي شهاده تخرج، فمثلا هعمل اد، هتختار هنا الاول اسم الشهاده اللي انت عايز تضيفها. هنا طبعا كاتبين لك هنا في البدايه بيقول لك ان الشهادات اللي انت او الحاجات، شايف في حاجات كتيره مطلوبه، فهنا بيوضحوا لك ان كل الحاجات المكتوبه هنا مش شرط انك تحطها كلها، يعني انت بتحط الحاجات المتوفره عندك. يعني واحد مثلا على سبيل المثال متوفر عنده بس الترانسكريبت اللي هو شهاده التخرج، خلاص حط شهاده التخرج. انت متوفر معاك الترانسكريبت، ومتوفر معاك خطاب توصيه، متوفر معاك مثلا سي في بتحطه، متوفر معاك صوره جواز سفر او بطاقه الهويه، بتحط الحاجات اللي هي لديك. بس اهم شيء لازم يتم وضعه هو الترانسكريبت، اخر حاجه دي بشكل الزامي لازم تحطها، شهاده التخرج او تجيب اي شهاده بتثبت قيدك في المرحله الدراسيه الحاليه. تمام كده، وبعد كده بتعمل اد فايل، وبتحط الفايل عادي بتاعك اللي هو على حسب الشهاده، نوع الشهاده اللي انت عايز تحطها. بعد كده بتضغط على نيكست ستيب، الخطوه اللي بعدها. تمام، الخطوه اللي بعدها بقى دي اخر سيكشن في الابلكيشن، وركز معايا في الخطوه دي عشان دي انت كده بتعمل يعني زي انهاء للابلكيشن بتاعك. تحط اسمك، وتحط يعني تفاصيلك هنا في الجزئيه دي. هنا في حاجه اسمها الابلكيشن في اللي هي رسوم ابلكيشن، مطلوب في المنحه دي رسوم ابلكيشن، ودي لضمان جديه المتقدمين، لان في ناس بتخش بتقدم في المنحه وبتكتب اي كلام وخلاص، لا هم عايزين الناس اللي تقدم في المنحه دي انها يعني تكون مهتميه بالمنحه بالفعل، ويعني عايزين ناس جديه مش اي شيء. فعشان كده بيفرضوا رسوم ابلكيشن 100 دولار كندي، 100 دولار كندي دول لازم يتدفعوا عشان انت يتعمل لك سبميت للابلكيشن، من غير دفع ال 100 دولار كندي دول مش هيتعمل سبميت للابلكيشن، عشان كده لازم يتم دفع رسوم الابلكيشن. وبعد كده بتضغط على الخطوه اللي بعدها، وبتضغط انك موافق، وبيطلع لك كلمه سبميت بقى انك بتعمل سبميت نهائي للابلكيشن بتاعك. تمام، بيطلع لك كلمه سبميت هنا ايه بعد لما بيتم دفع الرسوم وكل شيء، وبكده طلبك بيوصل للمنحه. بعد كده بيتم مراجعته، بعد كده ان شاء الله بنخش على الخطوه اللي بعدها بقى اللي هي ايه، ملء الفورم لو تم قبولك وارساله لهذا الايميل مع الاوراق. حلو الكلام، فكده يبقى شرحنا كل منحه بالتفصيل، وضحنا الاوراق المطلوبه، وضحنا المميزات الجميله اللي في المنحه، التخصصات، كل شيء تم شرحه. وما تنسوش ان طبعا قناتنا بتوفر خدمه التقديم وتزويد فرص القبول، وليس القبول، تزويد فرص القبول عن طريق التقديم بشكل احترافي. تمام، فان شاء الله باذن الله يكون التوفيق والقبول لكم في هذه المنحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.